انا عاوزك تشوف لي بودي جارد. بودي ايه؟ بودي جارد. بودي جارد؟ ايوه بودي جارد يا بابا. ايوه ليه يا بابا؟ الله، حد اتعرض لك؟ لا. حد مد ايده عليك؟ ما لا مش حد داسلك على طرف يا بابا؟ لا انا هفهم. طب ليه طالب بودي جارد يا ابني؟ اديني فرصه اتكلم معاك بره يا ليه طالب بودي جارد يا بابا؟ اديني فرصه افهم. مع حواليك بودي جارد؟ انا ما بقولش حاجه. الله، انا عارف ان انتوا حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني. طب عاوزه ليه؟ مش انا اللي عايزه، خيرك بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص هديت. اتفضل اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. واحد، قوي البنيه، مفتوح العضلات، دي احسن حاجه فيا، شرس، عادي، قلبه ميت من زمان، قوي الشكيمه، ها، ذو بأس، حاد النظر طبعا، لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه عن 210 رطل. ما ينفعش 205. وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس. هي دي مشكلة. انا عاوز البودي جارد ده يكون جاهز عندي في ظرف يومين بالكتير. بودي جارد يا دوب الحق اجهز نفسي. خبيك فين؟ ايه يا عم خبيني في اي حته؟ ده انت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم، طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميله يا فندم. فنون جميله؟ انت اكيد فنون قتاليه، فنون متوحشه. جميله. وسعادتك كليه الطب؟ قسم التشريح طبعا، قسم تأتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغايه ما نجي لكم. اتفضلوا اتفضلوا. بعدين بقى الخمس مصايب دول كان على الله. اسم الكريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه يا ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدقني. ما تبصلوش بقى ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض. التاني ده اسمه داغر. التالت ده اسمه فايد. فايد طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده اسمه اشرف. ايه اشرف؟
ده اسم غريب قوي. ماله أشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها. خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام، الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. ايه ايه الدوسه؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف. لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي، ما قلت لك يا نهد هيضربوك، ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. هم متاخروا كده ليه؟ يلا بقى. هم جايين. ايه اللي بهدل مبنى بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذه، لا مؤاخذه سعاده الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني، قمت موريهم الرجوله ازاي؟ انا يا باشا ينفع للشغلانه دي 100 كده. شغلانه؟ قول مش معقول. ايه؟ امشي انت. يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه، عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعال تعال معايا. هو عادي يتحرك من هنا. خرب بيه، انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازي. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل الادب. وابن ايه الا الاب؟ يا سلم الطريقه بتاعتك دي، معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. ومطلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل وطلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه، انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه. لا دي الصوره في هنا عليك، دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم. ودي حضرتك هنا، بص الصوره دي لما كان معانا الكاس. مين ده؟ انا. انت في الاوضه عندي في الاولمبيكيات، في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصوره دي؟ وايه كفن؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه دي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني يا اخ سالم، تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا. بس واضح كده انه هيترفد منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه. قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ينفعش اسمي والعيله على طول. ابوك اسمه لا لازم إيه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان دوت تكون عندي بكره الصبح ليه. يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا شكرا خرب بيه. شكرا. سامع سالم اقعد على الكرسي ده، انا مدفيه كويس قوي. نهار اسود. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خيرت بيه، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب. وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، كنت فاكر انك انت هترشحهولي في المقام الاول كده. بس انا بقى خيرت بيه متاكد ان الواد ده مش حي تاني. يا نهار اسود، انا مش فاهم انت عارف ليه بس. عصبي بالعمايلك فيا. بس انا عصبي يا واحده شويه. مش عارف عصبي ايه ده شويه. تعبتني بس. ارحمني. انت بودي جارد؟ ايوه. بعمرت ايه يا واد؟ ده جسمك ملوش وش من قفا. وقال ايه؟ قال ايه قلبك ميت؟ انت قلبك ميت؟ ايوه. قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه؟ يا اخويا بأمرت العور اللي بتاكلها كل ليلة يا ياض. اخش اجيب لك سطر الجلاليب من جوه. انت بتعايرني، دي كانت ملفات قديمة واتحرقت خلاص. انا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابني الكلب. يا ابني يا بابا. يا بابا انا ما عرفتش اربيك يا ليل. انا ايه 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 مش هسيبك يعني مش هسيبك. ايه يا زكي؟ تعال هنا. ايه يا زكي انت عايز تجنن لنا ابونا ولا ايه يا زكي؟ مالك حاله يا اخي؟ اعمل معروف يا ابني، انا مش ناقصك. ركز زكي وراك، انا ابوك. ايه يا زكي في ايه؟ انت عاوز تجنن لنا ابوك ولا هو يترفد ويبقى صايع زيك؟ انا مش صايع دلوقتي، انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله. يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد. وانا هسيبك. يا بابا ده انا. ما انت قعدت تقولي اوعى تمشي يا بابا. يا بابا الله، انا مش فاهم انت ليه باصصني في لقمه عيش.
والله ما حد هيقطع عيشة الا انت. اطلع يالا. اطلع. مش طالع. يا ربي ما خلي الفار. اطلع يالا احسن لك. مش حاطط. خلاص خليك. خليك يا اخوي. حتى انت على السرير نام. ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره وقاعد لك وريني هتقعد قد ايه تحت السرير. وقع الخرطوم ده عشان بينقط ميه. مجنون الواد ده ولا ايه؟ والله مجنون. What?